الرسول صلوات الله عليه وعلى آله غني عن التعريف، يعني ما احنا بحاجة نسرد المواقف، ولا بتكون المناسبات هي من أجل الرسول. عظمة المناسبة هي لنا نستفيد من قضية لمن ننتمي، لمن نطيع، لمن ننقاد. مناسبة هي بركة نتبرك بها فيما يخص العمل والانضباط والتولي والتبعية للقيادة العظيمة ابتداء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصولا وليس انتهاء إلى السيد القائد حفظه الله. القيادة الربانية متسلسلة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله، متسلسلة إلى علام الهدى إلى وقتنا اليوم، قيادة عظمى. يندرج القيادة وارتباطها بمنهجية واحدة تصلنا اليوم إلى قيادة عظمى، قيادة راقية، قيادة أفضل قيادة على المستوى البشري اليوم. وننقاد وإحنا مغمضين، يعني والإنسان مغمض عينه، لا، فهذا هو الامتداد، هو الماثل أمامنا. ما عاد إحنا بحاجة إن إحنا بنتكلم عن شيء غائب. اليوم بنعايش قيادة ماثلة أمامنا، عندنا معنا بتقودنا. طيب إحنا بنقول قد الكثير بيقول ما عايشوا الرسول، لكن بركتنا. أما اليوم قلنا عادها من أكبر النعم إنها القيادة الإلهية. هذه الأخ يقتل أخوه، والجار يقتل جاره، والقبيلة تنحر القبيلة الثانية، والبيت ينحر البيت الثاني، وهكذا. ومرت الأمور إلى خير، وحصلت البركة وحصل الخير، ومرت الغيمة من على الحزم ومن على الجوف برجالها وقبائلها وبلدها. يقول لك الإصلاح اليوم بيجي يلعب لك خلايا داخل. والله الذي لا إله إلا هو ما قال لي يشبع من بطونها. أي واحد يثير فوضى على أهل القبيلة، أهل القبيلة وأهل المروة وأهل الشامة بدفع من هناك، لا يلوم إلا نفسه. فهمت وفهمني؟ اليوم هم جاهزين تجهيزات، الخلايا داخل الأحد، وخلايا هنا وهنا، وبيدفعوا بكم من سفيه باسم القبيلة. القبيلة براء منهم، القبيلة براء منهم، والدين براء منهم. من غواه ومن خري عن الطريق، فلا هو منا ولا إلينا. ويجي هنا منا بيضاء. تفعيل الدور الاستخباراتي والعمل على تطويره باستلهام أرواح الشهداء وفي ذكراهم السنوية. الإسرائيلي ضعيف والأمريكي ضعيف، وأياديهم في المنطقة ضعاف جدا، والثغرات كبيرة جدا، ونقاط الضعف لديه كبيرة جدا، ونقاط القوة قلنا إحنا لدينا عالية. إن عيوننا ليست غافلة عن العدو الصهيوني ولا عن الأنظمة المطبعة معه ولا عن تحركاته الأخيرة في المنطقة، ولذلك يجب على الصهاينة يستوعبوا جيدا جدية تحذيراتنا من أي أعمال متهورة أو طائشة أو مغامرة غير محمودة العاقبة. ندعو الجميع إلى مواصلة طريق الشهداء برفع الجبهات بالرجال والأموال حتى يتحقق النصر بإذن الله، لأنه مهما عظمت التضحيات فإنها أقل بكثير مما ستكون في ديننا ودنيانا فيما لو سلمنا رقابنا وأذعنا لقوى الطغيان وشرادمة العدوان.